هذه الوقفة الاحتجاجية جات هذه شهر حنا كننظموا لها، وكانت هذه الوقفة الاحتجاجية بالنسبة النقطة الأولى عندنا بأن الوزارة الوصية ما تفاعلتش مع الطلبات ديال الصيادلة، وكتخرج واحد القوانين وتقريرات دون استشارات مع النقابات الوطنية، وعدم اعتراف بالصيدلي كشريك أساسي لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية. والنقطة الثانية وهي تقرير المجلس الأعلى للانتخابات قدم معطيات غير دقيقة بالنسبة لهامش الربح ديال الصيدلي، وهذا اللي أدى بواحد أجواء مشحونة ما بين المواطنين والصيادلة. ومن المؤسف بأن هذه المقارنة ما كانتش مقارنة شاملة، خدوا غير الهامش الربحي ديال الصيادلة ولكن ما شافوش الامتيازات والتعويضات اللي كيتمتعوا بها الصيادلة في دول أخرى. النقطة الثالثة وهي الحالة المزرية والوضعية الصعبة اللي كيعيشها الصيادلة، حيث هناك 3000 صيدلي اللي كي في حافة الإفلاس، وطلبنا الوزارة الوصية باش يوجدوا لنا حلول، ولكن ما كان حتى شي جواب من الطرف ديالهم. دونك سيدي هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم ما هي إلا الوقفة الأولى إن شاء الله، لأن الإضراب ديالنا هو إضراب تصاعدي، دونك هذه الوقفة الأولى ديالنا إن شاء الله، وإلا تحققنا فيها صدير جلسات معنا الإدارة وتحققنا المكتسبات ديالنا داكشي اللي بغينا ما كانش إن شاء الله. من دابا واحد جوج ثلاثة ديال الأسابيع إن شاء الله غادي تكون وقفة واحدة أخرى، هذه المرة ديال يومين متتاليين. دونك السبب ديال الوقفة ديالنا اليوم هو أول حاجة هو غياب محاور بيننا وبين السلطة. دونك الدولة ديالنا ما تعتبرش الصيدلاني انه حلقة في المجال ديال الدواء والاستشفاء في المغرب، الوغ كلشي تعرف بان الصيدلي المغربي تيدوزو من الصيدلية ديالو على الاقل جوج ملايين ديال المغاربة في النهار تيدخلوا الصيدليات ديال المغرب، والصيدلية ديال المغرب هي واحد الفضاء ديال الصحة اللي هو ما نساوش بانه مجاني وبدون موعد. بما فاش نشوفوا مثلا عند الاطباء والمستشفيات وكذا اي دخول واستشاره معهم فهي بالفلوس، حنا واحد الفضاء اللي تنخدموا مجانيا في هذه الناحيه هذه. بما ان يتم مقارنتنا مع داك الدول المعياريه داكشي ديال الهامش الربح تنتمناو، وعلاش لا حتى حنا يقارنونا بالطريقة ديال باش تخلصوا هاد الصيادلة في الدول الأخرى. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.